تفرده أتجيد القول تزينه بجمال الفكر تزوده أتقول الشعر تنضده وتزهره وتورده أتجيد القول. في هذا البرنامج أنتم راح تنصحوننا أن الإنسان إذا كذب يجب عليه أن يعترف ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب من الكذب. أنتم الذي تنصحون بقصة بموقف برسالة بيسو. ويا بنتي أحذركم، القطيع عندنا حرام. دكتور محمد ثاني أبوك الثاني، أو يا ابني تبي نصيحتي؟ لا تفعلوا هذا في هذا الوقت، سواء من البنين أو البنات، حتى نطرد هذه الوساوس، هذه الأفكار التي تأتي بسبب هذا الشيطان. برنامج عيالنا نور عيوننا.